اهلا وسهلا بحضراتكم. شيماء كانت بتسال ان اختها تقدم لها عريس، كانت في الاول موافقه عليه، بعد ما عملت استخاره بتقول شافت حاجه يعني خوفتها، بتقول فلم يعني ايه تكمل الامر. يا شيماء نبقى بس فاهمين، الاستخاره معناها ايه؟ معناها دعاء استعانه بالله تعالى على شيء انا داخل عليه، لا اعلم ان كان هذا الامر خيرا فاتي ولا ان كان شرا فانصرف عنه. طيب إذا كان ده دعاء، هل بعتمد فيه على إنه مجرد شفت حاجة خلاص فأنا بنصرف، ولا بيبقى قدامي ظواهر وأدلة قدامي في أرض الواقع؟ بما إن الاستخارة دعاء استعانة، وبما إن التيسير علامته الأساسية يعني علامة الإذن من الله على تيسير هذا الأمر إنه الأمور تمشي، فاحنا نبتدي تقعد معاه ويقعد معاها، تكلمه ويكلمها في النطق الأعراف الطيبة ووفق القواعد الشرعية المعلومة، وتديله فرصة، وبعد كده تشوف الأمور مشيت ولا وقفت. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والتوفيق، ولا نتسرع، لكن مش بمجرد أني هشوف منام، ربما يكون كان فيه، ما أنا مش عارفة إذا كانت رؤية حقا ولا إن كانت أضغاث أحلام، فمش هقدر أبنيها على ده. أنا بستأنس بالرؤية، ولكن عشان أقول إنها رؤية لابد أن يكون لها قواعد معينة، فأنا مش مطلع على هذا. فإحنا هنعمل إيه؟ ناخد بالأسباب المتاحة إن إحنا ندي لنفسنا فرصة للعقل، للسؤال، تدي نفسها فرصة تقعد تتكلم معاه، شوفوا بيفكر إزاي، طريقة معيشته إزاي، نسأل عليهم كويس جدا، ما نتسرعش بالقرار، يا الموضوع يمشي يا الموضوع يقف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لها من أمرها رشداً.